بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، متواصلون دائما هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة شوط الثاني عشر بحفظ الله ورعاية. شوط لا يقل أهمية حقيقة عن بقية المراكز. نذهب هناك إلى الصدارة مهيض عبد الله بن المر بن حلوة الكتبي، بينما هناك حشيم مطرم سعيد بن عبيد الحميري، والعجاج يأتي ثانيا، ثالثا نواب فاضل مزروع من يقدم هنا على ثالث المراكز. النقل على المركز الرابع اللي هو صدام عبد الله بن عبيد بن علي الوهيبي، وخامس المراكز هناك مبعد لمحمد بن سلطان بن شاهين العواني، وسادسا من يأتي شيبوب أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة. المركز السابع هناك اللي في المركز السابع من يأتي هنا مذعر محمد بن علي بن علوان الشتبي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني اللي تدخل في هذه اللحظات ترى هناك اللي في المركز الثامن مشكور راشد بن محمد بن حسن بن داود من يقدم مشكور، بينما اللي في المركز التاسع هذه اللحظات بطاش سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي، وفي المركز العاشر والأخير شاهين حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، ذعناها كاملة مكملة. الله يا بن حلوة مهيض يا مهيض يا مهيض، راعي صدفة شعار صدفة أيضا يقدم لنا مهيض على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني العجاج يا العجاج نواف بن فاضل المزروعي من يقدم على ثاني المراكز، ولكن الله يا مشكور الله يا مشكور يأتي ثالثا راشد بن محمد بن حسن بن داود على ثالث المراكز. نقلتنا على شيبوب رابعا أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاجتبي، وفي المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس هناك مذعر لمحمد بن علي بن علوان، وفي المركز السادس يأتي حشيم مطرم سعيد بن عبيد الحميري، سادسا سابع المراكز هناك صدام عبد الله بن عبيد بن علي الوهيبي، المركز الثامن اللي في المركز الثامن شاهين حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان، بينما اللي في المركز التاسع هناك من الجانب الثاني بطاش سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي، وفي المركز العاشر هنا من يأتينا مبعد لمحمد بن سلطان بن شاهين العواني. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. يوم ركض الحين زان وبان جوه، الله يا بن حلوة الله يا بن حلوة، خلنا بنترابع وياك يا بن حلوة، خلنا بنترابع وياك حتى خط النهاية بنتفق هناك، خل اتفاق بيننا سليم. الله يا مهيض 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 على الصدارة عبد الله بن البر بن حلوة الكتبي اللي يقدم مهيض على صدارة هذا الشوط يا العجاج. في المركز الثاني نواف بن فاضل المزروعي هناك اللي مشكور لراشد بن محمد بن حسن بن داود، يأتي ثالث المراكز، ولكن الله 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 اللي بعد عن بقية المراكز، اللي بعد عن بقية المراكز، اللي شرد عن بقية المراكز. سلام يا بن حلوة، سلام للمرة الثانية عبد الله بن المر بن حلوة الكتبي، شكرا للداعم الرئيسي لهذا الشعار المر بن سعيد بن حلوة، تهانينا والناموس وسلام سلام 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 عليكم يا هالي الخوانيج كافة وين ما يسكن. عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي المركز الثاني، هناك اللي في المركز الثاني راشد محمد بن حسين بن داود عجاج، ثالثا نواف بن فاضل المزروع المركز الرابع لحمد بن سلطان بن مرخان، خامس المراكز هناك لسعيد بن مبارك بن حمد الوهيبي، 4 دقائق التوقيت 32 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل، والتهاني دائما موصولة لجميع الأخوة الفائزين. شكرا يا بن حلوة على هذا الأداء الجميل،
والمميز تهانينا والناموس.